ونرصد أحوال اللاجئين من الحدود الرومانية الأوكرانية مفاد العربية ليث بزاري، ومن الحدود البولندية الأوكرانية مفاد العربية حسين قنيبر. أهلا بكم، أبدأ معك ليث، ما هو تطور تدفق أولا الفارين وكيف هي حالتهم؟ قبل أقل من ساعة من الآن ريم كنا نتكلم مع الزميل طالب في النشرة السابقة عن خطوات وصول اللاجئين وكيف تبدو الحدود الأوكرانية الرومانية خلفي، ولكن شاهدت قبل قليل هذه اليافطة وهي من جمعيات إنسانية تعنى بالحيوان، تقوم بجمع حيوانات اللاجئين الذين يصلون الأراضي الأوكرانية ومن ثم تنقلهم إلى مراكز خاصة للحيوانات طبعا الأليفة. وطبعا كما تلاحظين هطول الأمطار، هطول الثلوج بالأحرى والبرد في هذه المنطقة أجبر بعض الحكومات، كما نشاهد إذا أخذنا الكاميرا على هذه المنطقة، الحكومة الهندية قامت بإنشاء خيمة خاصة للاجئين الهنود لحظة وصولهم الأراضي الرومانية، هي Embassy of India يعني السفارة الهندية هنا في رومانيا قامت بإنشاء هذه الخيمة. والكثير من الحكومات والدول التي قامت طبعا بالاهتمام برعاياها بالقيام قال شيئا فشيئا القيام بهذا العمل، وكما نشاهد خلفي طبعا هناك الكثير من اللاجئون الذين ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الرومانية رغم الثلوج، رغم الانتظار لساعات تحت في طوابير الانتظار من الشق الأوكراني قبل دخول الأراضي الرومانية. نعم. الكثير منهم ونحن نتابع معك كذلك هذه على الأقدام الصور ليث المنطقة بالضبط من الحدود الرومانية الأوكرانية، لكن أختم معك في الدقيقة المتبقية. بما أن تكلمنا عن الخيام فهناك خيام في هذه المنطقة كذلك، ولكن هنا تسمى خيام الصفوف الأمامية. كما تعلمين ريم من الجانب الأوكراني يتم تقنية من يدخل الحدود إلى رومانيا الأولوية دائما للأطفال، ولذلك تقوم السلطات هنا والمنظمات الغير حكومية باصطحاب تلك الأطفال إلى هذه الخيام الزرقاء لبضع ساعات قبل نقلهم إلى مناطق أخرى. وكما تشاهدين صف الخيام دائما يسكنها من يأتي من هذه يقطنها لبضع ساعات من يأتي من الحدود الأوكرانية، وبعد ذلك يتم نقل الأولوية حتى في الفنادق في المنطقة يتم نقل هؤلاء إلى الفنادق أولا وهم أولوية ومن ثم اللاجئون الآخرين الذين يأتون من أوكرانيا. معلومات مهمة جدا تقدمت بها ليث، سنتابعها في نشرات أخرى وشكركم جزيل الشكر.